أهلا وسهلا بكم بالدروس الإلكترونية لمدارس السنة بعد الأهلية. اليوم درسنا حيكون إن شاء الله الدرس الأخير حتى نكمل الكتاب، محاضرة رقم 39، حل أسئلة المراجعة وأسئلة الفصل. قبل لا أبدي بحل أسئلة المراجعة، بس أحب أذكركم في شيء بسيط عن المجرات. إن المجرات هي نظام كوني يتألف من تجمع هائل من النجوم والغبار والغازات ترتبط معا بقوة الجاذبية. وشرحنا قلنا عندي مجرات تختلف بأشكالها، فعندي البيضاوية واللولبية وغير المنتظمة. وبعدين شرحنا عن المجرة درب التبانة، كنا هي مجرة لولبية تحتوي من 200 إلى 400 مليار نجم، من ضمنها الشمس، تدور بسرعة هائلة، والعلماء يعتبروها أنه هي تكون من أحدث المجرات، وتقع مجموعتها الشمسية على حافة تلك المجرة مثل ما هاي الصورة شرحنا عليها. زين، هسه راح نبدي بالحل. أولا، ما المجرات؟ المجرات هي نظام كوني يتألف من تجمع هائل من النجوم والغبار والغازات ترتبط معا بقوة جاذبية. صف سادس، أحب أذكركم أنه هذا الحل كله تلقوه بالملزمة مالتنا صفحة 121. زين، ثانيا، ما أكبر مجرات الكون؟ مجرة درب اللبانة، أو أقدر أقول مجرة درب التبانة بكيفكم. ثلاثة، ما أنواع المجرات؟ عندنا مجرة بيضوية ولولبية وغير منتظمة. بيضوية، لولبية وغير منتظمة. أربعة، يتكون الكون من العديد من المجرات، منها مجرة درب التبانة. ما أبرز خصائص هاي المجرة؟ إذا تذكرون قلنا هي مجرة لولبية، بها من 200 إلى 400 مليار نجم، تضم مجموعتنا الشمسية، وهي تكون من يعتبرها العلماء حديثة التكوين مقارنة بالمجرات الأخرى. أقدر أكتبها على شكل نقاط. خمسة، تتكون الشمس بالنسبة الأكبر من غاز. شنو الغاز؟ الهيدروجين. زين، ستة، أي مما يأتي ليس من أشكال المجرات؟ لولبي؟ لا طبعا، إحنا أصلا درب التبانة لولبي. بيضوية، مربع وغير منتظم. المربع هو ليس من أشكال المجرات. سبعة، ما دور الجاذبية في تكوين المجرات؟ طبعا تعمل الجاذبية على انتظام دوران الكواكب في مدارات منتظمة، يعني كلش مهمة الجاذبية حتى دوران الكواكب في مدارات منتظمة بمسافات محددة عن مركز المجرة. زين، هسه نجي نحل أسئلة الفصل. أجي أسئلة الفصل. أولا، نحل الفراغات. من هنا عندي اختيارات وأنا أنقلها وين أخليها بالفراغات. أولا، يتكون فراغ من سحب من الغازات والغبار الكوني ذات مظهر غير منتظم. من هو؟ السديم. اثنين، يسمى تجمع النجوم بأشكال معروفة بمجموعات نجمية. ثلاثة، فراغ هي وحدة قياس المسافة بين النجوم. شنية؟ السنة الضوئية. أربعة، تتكون فراغ بالنسبة الأكبر من غاز الهيدروجين. الشمس. خمسة، فراغ هي كرة ملتهبة من الغازات الملتهبة مترابطة بفعل الجاذبية ذاتية الإضاءة والحرارة. هذا تعريف النجم. ستة، تسمى التجمع الهائل من النجوم والغبار والغازات التي ترتبط معا بقوة الجاذبية منه مجرات. هذا تعريف المجرات. سبعة، تختلف النجوم في أحجامها، فالشمس نجم كبير الحجم. ثمانية، موقع نظامنا الشمسي في مجرة درب التبانة أين يقع؟ على حافة المجرة، إذا تذكرون الصورة. تسعة، يتكون السديم من شنو؟ هيدروجين وهيليوم. عشرة، أصل بين الألف وباء، تجمع النجوم بأشكال مختلفة إيش أسميه؟ مجموعات نجمية. المجرة اللولبية هي شنو؟ لها أذرع ملتفة. السديم هو كتلة البناء الأساسية للكون. زين، أجي على 11. أجب باختصار، ما المطلوب لتكوين
نجم. النجوم ما تتكون من السدم، فلازم عندي سدم. باء، هل كل الأضواء التي نشاهدها في السماء نجوم؟ لا طبعا، مو كلها نجوم. 12، ما العلاقة بين النجوم والمجرات؟ شنو العلاقة بين النجوم والمجرات؟ النجوم هي اللي تكون المجرات، فإذا المجرات تتكون من عدد كبير من النجوم. زين، هسه أجي على الورقة تشوفون، هاي آخر ورقة. 13، يقول ما العلاقة بين مراحل تطور النجم ومراحل نمو الإنسان؟ هاي هي مجرد أنه كشكل أني أستعين بيها بالشكل الآتي. إذن هذا للإطلاع. 14، الحقيقة والرأي، يقول ما علاقة درجة سطوع النجم مع بعده عن المراقب من سطح الأرض؟ شنو العلاقة؟ إنه تزداد شدة سطوع النجم كلما كانت المسافة بينه وبين الأرض قريبة، يعني كل ما يكون النجم أقرب على الأرض أنا راح أشوفه بشكل أوضح، فتعتمد على درجة السطوع. زين، 15، ما العوامل التي تؤثر على في شدة سطوع النجم؟ هاي العاملين اللي حكينا عليها. أول شيء كمية الضوء التي يطلقها النجم، وثانيا المسافة بين النجم وكوكب الأرض. 16، أكتب فقرة أوضح فيها ما يمكن مشاهدتها على سطح القمر لو أصبحت رائد فضاء. هاي بكيفكم أنتوا تكتبون فقرة باللي شيء اللي يعجبكم. 17، لماذا تبدو بعض النجوم ساطعة أكثر من غيرها؟ بسبب بعدها عن الأرض والضوء المنطلق منها، يعني حسب يجوز هي قريبة للأرض فأنا إذا أشوفها ساطعة، أو تكون الضوء اللي تطلق النجم كمية الضوء تكون أكثر فأنا إذا أشوفها ساطعة. آخر شيء، أين تقع جميع المجرات بما فيها مجرتنا؟ كلها أين تقع؟ تقع في الكون، في الكون، يعني كل المجرات من ضمن مجرة درب التبانة تقع في الكون. وبهذا احنا خلصنا الكتاب، الحمد لله.